ما هي صفات ال70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ ومن كان ينقصه شيء من هذه الصفات ماذا يلزمه مأجورين؟ الصفات هي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هم الذين لا يسرقون ولا يقتلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسرقون يعني لا يطلبون أحدا يقرأ عليهم حال مرضهم، ولا يكتمون لا يطلبون أحدا يكويهم، ولا يتطيرون لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله تعالى ويفوضون أمرهم إلى الله سبحانه. ولا يدخل في ذلك من عرض نفسه على الطبيب للدواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يتداوون، قال لا يكتمون ولا يسترقون. اللهم إلا أن يعلق الإنسان قلبه بالطبيب ويكون رجاؤه وخوفه من المرض متعلقا بالطبيب، فهذا ينقص توكله على الله عز وجل. فينبغي الإنسان إذا ذهب إلى الأطباء أن يعتقد أن هذا من باب فعل الأسباب، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى وحده، وأنه هو الذي بيده الشفاء، حتى لا ينقص توكله. نعم.